الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، حيث من المنتظر أن يحط في بيروت الأربعاء المقبل للقاء عدد من المسؤولين والقيادات السياسية ضمن خطة عمله لإنهاء الفراغ الرئاسي. وسوف يتحرك لودريان على مدى 3 أيام وفق المقاربة الفرنسية نفسها لحل الأزمة في لبنان، فضلاً عن أن ما خلص إليه لقاء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيكون حاضراً في لقاءات لودريان مع المعنيين. وفي الداخل وفي من كبت القوى السياسية كافة على مراجعة نتائج الجولة الانتخابية 12 وتداعياتها والعمل على شتشدة تحالفاتها تمهيداً للجولات المقبلة، وصف البطريرك الماروني بالمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب الرئيس حيث انتهك الدستور بدم بارد، في حين شددت المواقف الصادرة عن ثنائي أمل حزب الله على ضرورة إجراء حوار جدي ومسؤول من أجل انتخاب الرئيس بأسرع وقت ممكن. في الموازاة ينطلق الأسبوع الطالع مع جلستين، الأولى تشريعية لإنقاذ رواتب القطاع العام إذا تأمن النصاب لها، خصوصا من قبل تكتل لبنان القوي الذي سيجتمع عبر تطبيق زوم في الساعات المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، علما أن المعلومات تفيد أن التكتل سيشارك فيها معللا ذلك بصفة الضرورة القصوى لتأمين الرواتب، في حين أن تكتل الجمهورية القوية وكتلة الكتائب أعلن عدم المشاركة بأي جلسة تشريعية لأنها تخالف الدستور. أما الجلسة الثانية فهي حكومية للبحث في جدول أعمال يتم إعداده. إذن البطريرك الماروني الكاردينال مبشار بطرس الراعي سأل كيف نستطيع مع شعبنا أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب رئيس الأربعاء الفائت. كلام الراعي جاء خلال ترأس قداس عيد الآب على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، مضيفا هكذا ننتزع من لبنان ميزة نموذجيته ونجرده من رسالته في بيئته العربية. كيف نستطيع مع شعبنا الذي تكويه في الصميم هذه الأزمات أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الأربعاء الماضي بعد 8 أشهر من الفراغ والانتظار، حيث انتهك الدستور والنظام الديمقراطي بدم بارد وتوسع جرح الانقسام والانشطار في وقت يحتاج فيه لبنان إلى شد أواصر الوحدة الداخلية. أهكذا نحتفل بمئوية لبنان المميز بميثاق العيش معا مسيحيين ومسلمين وبالحريات العامة والديمقراطية والتعددية الثقافية والدينية في الوحدة؟ أهكذا ننتزع من لبنان ميزته النموذجية ونجرده من رسالته في بيئته العربية؟ فلا بد من عودة كل مسؤول إلى الصلاة والوقوف في حضرة الله بروح التواضع والتوبة والإقرار بخطئه الشخصي لكي يصحح خطأه ويتطلع إلى حاجة الدولة والمواطنين من منظار آخر. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، فلنجدد إيماننا بالصلاة والتزامنا بها لكي نتمكن من عيش الشركة سليمة مع الله ومع الناس بالمحبة والحقيقة.
رأى متروبولي بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي خلال ترأس خدمة القداس في كاتدرائية القديس جورجيوس في بيروت أن بلدنا يعاني بسبب يد الشر التي تتلاعب به وتتقاذفه غير آبها إلا بمصالح من استعبدوا أنفسهم لخدمتها، متسائلا كيف سيبنى وطن لا يستطيع نواب الشعب فيه احترام الدستور وانتخاب رئيس بجدية وديمقراطية. 12 جلسة لانتخاب رئيس لم تكن سوى عمليات إجهاض، عمليات إجهاض تمنع إنقاذ بلد يكون وطنا لجميع أبنائه. لماذا هذا الأسر الذي يقبع فيه بعض النواب الذين يفترض بهم أن يكونوا أحرارا وأصواتا صارخة بصراخ الشعب اليائس؟ النيابة ليست هروبا من المسؤولية، بل هي تمثيل الشعب أحسن تمثيل. هل يؤيد الشعب حقا؟ هل يؤيد الشعب حقا تصرف نوابه وتقاعسهم عن القيام بواجبهم الأول وهو انتخاب رئيس للجمهورية؟ لا بالطريقة التي يريدونها، بل كما يمليه الدستور. هل أحسن التصرف من أدلى بصوته وغادر القاعة وكأنه غير مهتم لا بالبلد ولا بنتيجة الاقتراع؟ هل هكذا تكون الممارسة الديمقراطية؟ وهل ضياع صوت أمر عادي لا يستحق الوقوف عنده أو الاعتراض عليه؟ ما هذه العبثية المدمرة؟ ما هذه العبثية المدمرة؟ كيف سيبنى وطن لا يستطيع نواب الشعب فيه؟ لا يستطيع نواب الشعب فيه احترام الدستور وانتخاب رئيس بجدية وديمقراطية، رئيس لكل البلد يشارك في عملية انتخابه، في عملية انتخابه جميع النواب، ويكون خادما للشعب بأسره، لا لجماعات أو لفئة محددة فقط. ألم يحن وقت التخلي عن الأنانيات والمصالح؟ عن الأنانيات والمصالح من أجل إنقاذ البلد. شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة مجد السلم الجنوبية على أن جلسة الأربعاء حملت رسالة واضحة وحاسمة بأن لا خيار إلا بالحوار، وباعدت أولئك الواهمين والحالمين عن شعاراتهم غير الواقعية، وعادتهم إلى الواقع بأن شعاراتهم أكبر من أحجامهم وأن البلد لا يحتمل المزيد من المغامرات غير المحسوبة. حملت رسالة واضحة وحاسمة بأن لا خيار إلا بالحوار. جلسة الأربعاء دعمت مسار الحوار بشكل ملموس، وباعدت أولئك الواهمين والحالمين عن شعاراتهم غير الواقعية. جلسة الأربعاء أعادت الحالمين والواهمين إلى الواقع بأن شعاراتكم أكبر من أحجامكم والبلد ما بيتحمل المزيد من المغامرات غير المحسوبة.
رأى النائب هاني قبيسي أنه في ظل واقع سياسي هزيل في بلدنا الذي يتعرض للحصار والتعد على سيادته، أصبحت الاستحقاقات اللبنانية محط جهد وبذل للسيطرة الخارجية بتحركات مشبوهة وتدخلات ملتبسة. كلام قبيسي جاء خلال رعايته حفل التخرج الذي أقامته ثانوية النهضة في القصيبي. الحصار ولتعد من كثير من الأطراف والدول على سيادته واستقلاله بتدخلات كبيرة على مسرح السياسة في هذا الوطن، حتى أصبحت الاستحقاقات اللبنانية محط جهد وبذل للسيطرة الخارجية على بلدنا بتحركات مشبوهة وتدخلات ملتبسة في استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية وفي كل الاستحقاقات التي تمر على هذا البلد. ترى بأن كثيرا من اللبنانيين من ساسة وغير ساسة ينتظرون قرار الخارج ولا يبحثون عن وحدة داخلية يحفظ من خلالها الوطن. نائب رئيس حزب الكتائب النائب سليم الصايغ أعلن في حديث إذاعي أن المعارضة في جلسة انتخاب الرئيس شكلت كتلة حرجة وكادت تقترب من 65 صوتا لصالح المرشح جهاد أزعور، لافتا إلى أن ترشيح جهاد أزعور نعتبره فرصة حقيقية ولن نقوم بلبنان أي تسوية على حساب لبنان. وأوضح أن الهروب من المواجهة هو عمل غير مستحب ولا يمكن أن تمر أي تسوية. واعتبر الصايغ أن الموفد الفرنسي الشخصي إلى لبنان جون إيف لودريان لن ينقل شيئا للبنانيين، إنما سيستمع إليهم. شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي من جوية على أننا منذ اليوم الأول لحصول الاستحقاق الرئاسي دعونا شركائنا إلى الحوار لإنجاز هذا الاستحقاق، وأن ما حصل في جلسة الأربعاء بمجلس النواب أكد صحة وصوابية منطقنا بالدعوة إلى الحوار والتعاون. نحن ندعوهم مجددا بأيدي ممدودة وبصدور منفتحة ومنقول لهم تراجع عن الخطأ فضيلة، تفضلوا للحوار لأنه بهالبلد ما حدا بيقدر يلغي حدا. رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين من مدينة صور إلى أن ما دعمناه لموقع رئاسة الجمهورية حقق تقدما منطقيا وموضوعيا وأدى إلى ترسيخ الخيار الذي ذهبنا إليه وأيدناه في منافسة شريفة، فيما المعارضة توحدت كلها وتقاطع نوابها فيما بينهم وحشدوا كل ما استطاعوا ومارسوا كل ما مارسوا من ضغوط وغيره لأجل إسقاط الوزير الفرنجي، ولكن رهانهم خسر. ما حصل يؤكد على ضرورة الحوار الذي يشكل المفتاح العملي للخروج من المأزق، وندعو النواب إلى حوار جدي ومسؤول فيما بينهم، أن يتحاور النواب فيما بينهم كمدخل طبيعي وضروري لإيجاد مناخات تساهم في تعزيز الحوار الوطني كما تساعد في تهدئة النفوس وتخفيف التشنجات والتوترات التي لا تخدم لا لبنان ولا مصالح لبنان ولا شعب لبنان. شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض خلال احتفال تأميني في حسينية بلدة الطيب الجنوبية أن جلسة انتخاب الرئيس انعقدت دون أن تفضي إلى انتخاب رئيس البلاد، ولكنها أسقطت بنتائجها أوهاما كثيرة، فلقد ظن الطرف الآخر أن الانتخابات النيابية الأخيرة التي أفرزت المجلس النيابي الحالي أطاحت بقدرة وتأثير التحالف الذي يلتقي حول المقاومة، فإذا بالنتائج في كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المجلس النيابي تؤكد غير ذلك. ليس هناك من مجال إلا أن تتفاهم الكتل النيابية فيما بينها. إذا بدنا نضل واقفين وراء مواقف تصعيدية إقصائية تمعن في ممارسة الفيتو ورفض الآخر، أنا برأيي نحن أمام مشكلة طويلة ومستديمة. الحل الذي ليس من حل آخر غيره إلا أن نلجأ إلى الحوار الذي يفتح الباب أمام
التوافق، والتوافق يعني الإنصات إلى هواجسنا المتبادلة، تبادل الضمانات التي تريح الجميع، احترام التوازنات الداخلية، والتفاهم على الخطوط العريضة التي يحتاجها البلد لمعالجة المشاكل السياسية والاقتصادية والبنيوية التي يعاني منها لبنان في هذه المرحلة. من البحرين، رئيس مجلس إدارة شركة برومو 7 القابضة ورئيس مجلس إدارة ماكدونالدز أكرم مكناس أكد في حديث لتلفزيون لبنان عبر تطبيق زوم أن المغترب اللبناني لا يمكن أن يترك بلده في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى أن دوره الأساسي لتحريك عجلة الاقتصاد. ابتسام عكوش. مواكبة لمؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث الذي سيعقد في الرابع من شهر تموز المقبل، الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال في فندق فينيسيا بالتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان برعاية الرئيس نجيب ميقاتي وبمشاركة حشد من الوزراء والمسؤولين والمغتربين المنتشرين في أنحاء العالم، بعد أن أصبح المغترب اللبناني أهم داعم للاقتصاد اللبناني لا سيما في ظل الأزمة التي يعانيها لبنان. طبعا في هذا السياق يسعدني أن نستضيف معنا مباشرة عبر زوم من دولة البحرين رئيس مجلس إدارة برومو 7 القابضة ورئيس مجلس إدارة الماكدونالدز الأستاذ أكرم مكناس. أهلا وسهلا فيك أستاذ أكرم. طبعا تجربتك اليوم كمغترب لبناني، نحن بنعرف قديش اليوم الاقتراب اللبناني ساهم وساند أيضا الاقتصاد اللبناني لظل بهيد الأزمة اللي عم بيعانيها، الأزمة الاقتصادية والمالية. نظرتك اليوم للبنان المستقبلية؟ أولا بدي أشكرك وتشكر كل اللي بون الاستضافة، كثير متفائل الوضع إحنا فيه، لأنه لبناني أساس هو التفاؤل الخير. نحن حقيقة لما اقتربنا ما كنا نتصور حالنا هنقترب ونبعد كثير أو نبقى كثير برات لبنان. كان أملنا أنه سنتين ثلاثة ونرجع. أنا تركت الـ 75 لما ما كنت مستعد أن يقتل أي حدا على الهوية ولا أني انقتل على الهوية. كنا عم نفكر كيف فينا نوسع بعد ماكدونالدز وفينا نكبر. ومع الأسف النهار بدي سابق فيه قلت المشاكل. والشيء الغريب اللي صار انه انا رايح على المطار وقفوني لانه ما بدهم حدا يترك كان البلد وقتها. ما بتصور انه المغترب وقف انه يوقف جنب لبنان، لانه محبه لبنان بالقلب، بقلب الكل. حتى اللي جنست انا جنست مثلا، بس برضه برجع بقول لك انه انا حبه للحبيب الاول، وانا مرجع الانسان هو مركز ومحل ما ولد. طبعا الامل انه نرجع نساعد، لانه يعني كنا عم نشتغل مره بالعقارات، مثل ما بتعرف عندنا فوق 30 فرع في ماكدونالدز في لبنان، وعلى طول عم نهيئهم ونرتبهم حتى يكونوا جاهزين ويكونوا جزء من الاقتصاد وتحريك الحاجه الاقتصاديه في لبنان. فانا بتصور انه اللبناني حيترك هالمواقف هي. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن الجلسة التشريعية قائمة في موعدها لأنها أكثر من ضرورية لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين، والمبدأ أن التشريع ضروري ومطلوب دائما، ومن سيعمل على تعطيل الجلسة يتحمل المسؤولية لأن مصلحة الناس فوق بعض الاجتهادات، لأن الدستور والقوانين تقر لتسيير أمور البلاد ومصلحة العباد، وهذا الأساس الذي يجب البناء عليه. شدد مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر خلال جولة له في بعلبك الهرمل على إجراء الامتحانات في موعدها، وهذه الامتحانات تشبه خدمة العلم والدفاع عن الوطن كما قال، ولسنا عاجزين عن إجرائها. وأشار الأشقر حول الفيديو المسرب إلى أنني لم أهدد أحدا، لقد تم تسريب فيديو مجتزأ بسياق الحديث، اختاروا منه ما أعجبهم. أول شيء أنا ما بهدد حدا، كان اجتماع. أول شيء الفيديو المسرب مجتزأ، كان سياق بالحديث، نقوا اللي بيعجبهم ليكون
يروح مثل ما حبوا يروح. مشكورين. هالشي حفز أكثر الأساتذة. الأساتذة زملائنا، نحن ما منحفز حدا، ما منبتز حدا مثل ما قيل، ما منهدد حدا. نحن عم نطلب نكون سوا بالعملية الامتحانات، وعملية الامتحانات بتشبه خدمة العالم وبتشبه الدفاع عن الوطن بحال جد، شيء يستدعي الكل يكونوا عم ينزلوا على الساحة ويدافعوا عن هالبلد. الامتحانات الرسمية بحاجة لكل العناصر الموجودة، كان القطاع خاص وكان القطاع الرسمي. القطاع الرسمي موجود ومشكور، وكل أساتذته موجودين. القطاع الخاص ملزم يكون عم بيشارك بهذه العملية اللي هو بيشكل 70% من قطاع التربوي بلبنان، وبالتالي مش غلط يكون عم بيشاركنا هالموضوع. وإذا عليت الصرخة وعليت النبرة مش معناتها بدي ابتز حدا، ولا معناتها انا عم بهدد حدا. وزير البيئة أمل انتخاب رئيس جمهورية قريبا، وأكد العمل مع اليونيسف لتشغيل المحطات المتوقفة عن العمل في جب جنين وإيعات بالبقاع. وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أمل في انتخاب رئيس للجمهورية قريبا، لأننا في مرحلة الانهيار والتدهور. ياسين وخلال مداخلة صوتية ومرئية له خلال المؤتمر البيئي الذي رعاه ونظمته جمعية يوسبيك تحت عنوان التحديات البيئية في البقاع الشمالي، أوضح أن هناك عمل جديد مع اليونيسف لتشغيل المحطات المتوقفة عن العمل في البقاع في جب جنين وإيعات. وشدد وزير البيئة على أهمية الاهتمام البيئي في منطقة البقاع بالعمل على رفع التلوث المزمن وبرفع التلوث عن مجرى الليطاني من خلال مشروع البنك الدولي الجدي بشبكة الصرف الصحي في البقاع الأوسط ومعالجة المياه المبتذلة. تفضل استاذ فضل الله الحكي على الشراكه، يعني وزاره لوحدها كوزاره بيئه ما فيها تعمل شيء لوحدها، لازم تكون عم تمد ايدها للجمعيات البيئيه من وجدي، وكمان في دور اساسي للمواطن. ونحن نعرف بوزارتنا عندنا شعار كل مواطن غفير، يعني نحن المشاكل البيئيه بتبلش على صعيد الفرد، من صعيد الفرد هو اللي ما بيحترم المعايير او يمكن ما عندوش نوع حسن المواطنيه. ومعالي دكتور ناصر هو من احدى الوزراء البيئيين اللي فعالين على الارض اللي بيشتغل بتفاني، ولهيك بيعرف المشاكل البيئيه وخاصه بالمناطق والمحافظات مثل محافظه معلبك، وعنده اهتمام كثير بمعالجه المشاكل العالقه. مديرة يوسبيك روان ياغي شددت على أهمية المشاركة والتعاون في العمل، شارحة أهداف الجمعية انطلاقا من أهمية التعليم والمساواة والحماية الاجتماعية. وجه المرجع الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ أبو يوسف أمين الصايغ كلمة لمناسبة عيد الأضحى، سائلا فيها: هل نراجع أنفسنا ونمارس نقدا ذاتيا بجرأة وتبصر؟ أننا في حاجة لإعادة الروح للمؤسسات، وقد أدى غيابها إلى تعثر نمو القوى الاجتماعية وعليه هجرة أبناء وبنات طائفة الدرزية، تجنب فخاخ الاستدراج إلى فعل الإقصاء والاستبعاد. فنحن طائفة منذ نشأتها لا تخطئ في تقييم دور قيم الآخرين. إخواني بني معروف، هل نراجع أنفسنا ونمارس نقدا ذاتيا بجرأة وشجاعة وتبصر، ونعدل أي حال مائل بالإدراك والرشد وعلى ضوء نور التوحيد وما نهج عليه السلف الصالح، نميز بين الخطأ والصواب، وندرك الفرق بين جمع الشمل المفيد تحت مظلة الحق والقيم وحول رؤية مستقبلية وبين اختلاف يورث الفشل. محاسبة النفس تعلمنا صحيح السلوك. شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن تفويض وزير المالية الإسرائيلي المصادقة على الاستيطان تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية المحتلة، كما نددت وزارة الخارجية الأردنية بقرار حكومة الاحتلال الذي يسرع من إجراءات بناء وتوسيع المستوطنات الضفة الغربية. وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية صدقت على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث منحت وزير المالية صلاحيات التصديق على صعيد
صعيد آخر أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين فتوى تحرم المشاركة أو الترشح في انتخابات بلدية القدس المحتلة لصد الطريق أمام أي محاولات من شخصيات فلسطينية للترشح. وزير خارجية المملكة العربية السعودية يلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ويسلمه دعوة لزيارة المملكة. شكلت زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان إيران محور متابعة دولية، خصوصا أنها لم تحصل منذ أكثر من عقد، وهي أتت ترجمة لاتفاق استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع في بكين. ويبدو أن الزيارات ستكون متبادلة، إذ سلم وزير الخارجية السعودي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة من الملك سلمان لزيارة المملكة، وذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني له في طهران التي وصلها السبت في أول زيارة له للعاصمة الإيرانية منذ اتفاق عودة العلاقات بين البلدين. رئيسي أكد أن إيران ليس لديها أي مانع لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية، موضحا أن من وصفهم بأعداء المسلمين هم من يعارضون تنمية التعاون الثنائي والإقليمي بين إيران والسعودية بحسب الوكالة الإيرانية الحكومية للأنباء. وبحسب الوكالة أيضا، فقد رحب رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعودة العلاقات بين الرياض وطهران، واصفا إيران والسعودية بالبلدين المهمين والمؤثرين في العالم الإسلامي. وأكد الرئيس الإيراني أن المنطقة تعاني من مشاكل وقضايا مختلفة تنعكس سلبا على العالم الإسلامي، وأن التغلب على هذه المشاكل ممكن من خلال التعاون والحوار بين دول المنطقة دون الحاجة لتدخل الأجانب. كما تطرق رئيسي إلى التجربة الناجحة لإيران في مكافحة الإرهاب، معتبرا أن هذه التجربة يمكن أن تكون محورا للتعاون بين السعودية وإيران، مع إشارة إلى أن السفارة السعودية في إيران والقنصلية في مشهد ستبدأان عملهما بعد عيد الأضحى. وزير الخارجية الأمريكي في بكين لإعادة فتح قنوات الاتصال مع الصين وسط التوترات. وسط توترات متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب عدد من القضايا بينها تايوان والحرب الروسية الأوكرانية، وفي زيارة هي الأرفع لدبلوماسي أمريكي منذ عام 2018، عقد لقاء بين وزير الخارجية الصيني تشين غانغ ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، يهدف بلينكن من خلال الزيارة إلى الصين التي تستمر يومين إلى العمل على بدء تحريك الجمود الدبلوماسي والحفاظ على حوار لإدارة العلاقات الصينية الأمريكية بمسؤولية. وكانت الزيارة مقررة أصلا في شباط، لكنها ألغيت فجأة وقت ذاك بعد تحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأمريكية. وأشار مسؤولون من الحكومتين إلى توقعات منخفضة للزيارة، ولفت مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه لا يتوقع قائمة طويلة من الإنجازات. وبدلا من ذلك، يصف المسؤولون الأمريكيون الرحلة على أنها محاولة لاستئناف قنوات الاتصال العادية مع الصين من أجل تجنب الصراع بين اثنتين من القوى العظمى في العالم. وكان بلينكين قد أشار في وقت سابق إلى أنه ما يتم العمل على القيام به في هذه الرحلة هو المضي قدما بالفعل فيما اتفق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني جي جين بينغ في بالي نهاية العام الماضي، والذي كان يتمثل في إقامة خطوط اتصال مستدامة ومنتظمة على المستويات العليا عبر حكومتي البلدين على وجه التحديد، حتى نتمكن من التأكد من أننا نتواصل بأكبر قدر ممكن من الوضوح لتجنب سوء الفهم وسوء التواصل. أكثر من 60 دولة تشارك في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا. يحضر الأسبوع المقبل إلى لندن مسؤولون من أكثر من 60 دولة ومئات قادة الشركات العالمية الكبرى لمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الثاني حول إعادة إعمار أوكرانيا بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية. وفي افتتاح المؤتمر الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس، يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك إلى المشاركين بالقول إن إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا لا تقل أهمية عن استراتيجيتها العسكرية، وسيشدد على أن شجاعة أوكرانيا في ساحة المعركة يجب أن تسير بالتوازي مع رؤية القطاع الخاص لمساعدة البلاد على إعادة البناء والتعافي. ويلقي الرئيس الأوكراني كلمة عبر الفيديو، وتشارك منظمات غير حكومية في هذا المؤتمر حول إعادة الإعمار، وهو الثاني الذي ينظم منذ بداية الحرب بعد مؤتمر عقد السنة المنصرمة في سويسرا.
ومن بين القادة السياسيين يتوقع حضور رئيسة المفوضية الأوروبية ووزير الخارجية الأمريكي ووزيرة الخارجية الفرنسية. وبعد أكثر من عام على اندلاع الحرب، قدر البنك الدولي احتياجات أوكرانيا العاجلة ب 14 مليار دولار لإصلاح الأضرار الناجمة من المعارك، لكن انتعاش اقتصاد البلاد سيكلف 441 مليار دولار بحسب دراسة حديثة للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، وهو مبلغ يتوقع أن يزداد مع استمرار النزاع. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة، تصبحون على خير.